عادل الشواري مدير عام السجل الوطني للمؤسسات. اليوم حبينا نستعرض مع بعضنا دونك المراحل رقمنة السجل الوطني للمؤسسات والمشاريع المستقبليه. كما دونك كما شفتوا بالنسبه اللي نحن تو حاليا مسار الترسيم القانوني او التكوين القانوني للشركه موجود مرقما 100% من حجز التسميه الى التصريح المستفيد حقيقي الى التكوين القانوني والى الاشهار. فالاستخراج المضمون كله مرقما 100%. فقط المشاريع المستقبليه اساسا تقوم على اساس اول حاجه في اطار دونك الفصل 42 من قانون الماليه 2022 بإعفاء الشركات من تسجيل العقود تسجيل الشركات. باش نمروا باش نستغلوا الفصل هذا باش نمروا الى مرحله ثانيه من رقمنه الخدمات وتتعلق اساسا بالتعاون بطبيعه الحال مع اخواننا في وزاره الماليه والاداره العامه للجبايه بمنح ربما المعرف ربما هذا الجبائي عن بعد، وهكا نربحوا برشا وقت للمؤسسات وما عادش فما المشي وجاي بين المكاتب، وخاصه نمنحوا تونس فرصه في انها تحسن ترقيماتها السياديه فيما يتعلق بتحسين الخدمات وتحسين مناخ الاستثمار للمؤسسات بصفه عامه. يعني انا توا سي عادل اسمح لي، يعني انا توا الشركه شنو نجم نعمل خدمات عن بعد عن طريق موقع الويب نتاعك؟ اول حاجه تنجم تكون شركه، تكون شركه يعني شخص طبيعي ومعنوي، يعني عطار ولا ميكانيسيان ولا محامي ولا طبيب ولا شركه ينجم ياسس المؤسسه نتاعو عن بعد في ظرف ربع ساعه 20 مينوت. دونك هذا ما نساوش اللي راهو فما اجراءات اخرى سابقه ربما في لابي ربما في لابيا في الوان تي تي في مؤسسات اخرى من التراخيص ربما كل الشروط هذا ما يتعلقش بالسجل، هذه مرحله سابقه للسجل. اضافه الى ذلك خاصه هي قبل كل شيء السجل الوطني للمؤسسات هو بنك معلومات، هو في اطار دونك شفيف معاملات اقتصاديه والماليه هو بنك المعلومات يعطي دونك الولوج الى قاعده البيانات والى الوثائق للناس باش تتحقق ربما باش تتمكن من المعلومات هذه في كل الاوقات ودونك 24 على 24 ساعه. فما يعني هذا باش يحقوا يعني صدور مرسوم لتنظيم المساله هذه في غضون اشهر، ممكن تعطينا على اللي واللي يضمنوا ايضا الغاء غرامات التاخير ممكن اللي ممكن لمساعده هالمؤسسات هذه للتسجيل عن بعد والانتفاع بالمعارف الجبائي. شكرا. هي انت ربما لمحتي للمؤسسات اللي هي مش مسجله في السجل وهذا راهو ماهوش مش خطا. قديش مش خطا، هو اكثر من 400,000 دونك تقريبا مؤسسه بشخص طبيعي وشخص معني ماهوش مسجلين في السجل، مش خطا نتاعهم لانه هما سابقين للقانون، واحنا نحاولوا بمقترح معناها مرسوم ربما مشروع مرسوم انه نعفيهم من غرامات التاخير ان شاء الله في الاسابيع القادمه وما في الشهر القادم اذا كان صدر المرسوم هذايا انه يمكنهم من مده اعفاء تخليهم يجيوا يرسموا بدون دفع دونك غرامات التاخير وان شاء الله في هذا في الاسابيع القادمه. تعطينا الشيفر بربي بصوتك 428,777 اللي هم يمثلوا 51.4%. هو صحيح الى حدود امس 8 فيفري 2022 كان العدد في حدود 422,000 تقريبا ما يمثل 51.2 تقريبا من جمله المؤسسات اللي لازم تسجل في السجل، هي مش مرسمه في السجل وهذا تعتبر منها رقم غير عادي، لكن نحاولوا مع بعضنا انه نسهلوا عليهم ساعه العمليه وباش يشوفوا الانتريه يشوفوا دونك المصلحه في الترسيم في السجل والمنظومه تشتغل على ذمتهم. كيفاش باش يتم ممكن استدعائهم لتسويه وضعيتهم في خلال قداش من فتره وشنو ابرز القطاعات لهالمؤسسات الغير مسجله؟ شوف الفتره هي احنا تكون فتره في حدود 6 اشهر، دونك 6 اشهر تمنح للمؤسسات هذه امكانيه التسجيل بدون غرامات التاخير، وحتى المؤسسات اللي هي مسجله وعندها ايضا محاضر جلسات ربما عندها وثائق او عندها قوائم ماليه ماهيش مودع ممكن انها زاد كيف تجي وتسجل بدون دونك ما تدفع غرامات التاخير. في عادة ثم مليون وثيقه قمتوا برقمتها، اعطيتونا المعلومه هذه وقداش من وثيقه مازالت؟ شكرا. هو هذا في يتعلق بالمعلومات كم المعلومات الموجوده في السجل، احنا حاليا قاعدين نقوم برقمنه ما يقارب فترة 120 عام من وثائق السجل، يعني من 1892 تقريبا إلى حدود اليوم. فما كمية تقريبا في حدود 5 مليون ملف
احنا قمنا برقمنة مليون ومازالت دونك الرقم معناها مازال العمل دؤوب، وان شاء الله في السنوات الجايه يكون احنا الرقمنة ومعالجه البيانات واعاده تشكيل الذاكره الاقتصاديه للمؤسسه التونسيه بحيث تصبح دونك فما تواصل في الاحداث والملفات الموجوده، لان فما شركات عمرها 100 و120 عام مازالت موجوده وناشطه في تونس، وفما شركات اندثرت وعندها ربما عندها املاك ربما عندها زاد كيف مسائل قضائيه مازالت متواصله، فهذا يمكنها ربما من تحسين دونك المساله القضائيه تاعها.